مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه شوف تي في. تصدر اسم النجم الامريكي براد بيت عناوين الاخبار في الاونه الاخيره من بعد ما انتشرت مجموعه من الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول بان براد بيت غادي يعتزل المسيره الفنيه ديالو وبشكل نهائي. هذه الاخبار راجت بالضبط من بعد تصريح ديالو لمجله جول اللي صرح من خلالها على انه كيعيش الفصل الاخير من المسيره ديالو الفنيه. ولكن نفى براد كل هذه الاشاعات بخصوص اعتزاله مساء يوم امس الاثنين في باريس خلال التواجد ديالو لتقديم الفيلم ديالو بولت تراين، اللي قال على انه ما قصدش على انه غادي يعتزل يعني المسيره الفنيه ديالو، ولكن اللي بغى يقول على انه على استعداد لبلوغ المحطه الاخيره والفصل الاخير فقط، ولانه ما كيفكرش ابدا على انه يعتزل المسيره الفنيه ديالو. بعد مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.